لا ده دي المحبه فوق كل شيء. لا من 15 سنه وانا بقول لك كان مترو كنت في مصر وبشتري حاجات فعجبني القماشه الخياميه سالت عليه كان ايمن متر في تجنيب 4 جنيه اشتريت مترو جيت عملته شراشير وعلقته ان انا بزود محل قدام المحل لقيت زبون سال عليه في زبون جبت 5 متر الدنيا بقت كويسه بقى 10 بقى طوب 2 والدنيا مشت. احنا طورنا بالنسبه لسكات الصلح دخلنا كان الاول بالنسبه لنا سكات الصلح لوحدها دخلنا معاه المصحف بالنسبه لشغل الهدايا المصحف والسبحه في بوكس هدايا واحد اسمه تحبه وكل ما ده الناس بتحب لما بيعرفوا ان انا مسيحي حتى على الفرش كل الزباين دول كلهم حتى انا فاجئ في الوقت ده بمنع الجمله خالص ان كفايه بس كفايه زبون زبون المحل هو زبون المحل امن بكل احنا امن اي حاجه ممكن من اول رجب وممكن من قبل رجب كمان من قبل رجب بنبدا نشتري القماش ومن اول رجب بنبدا نصنع شغل الجمله اللي بناخد معانا الشهر ده كله ان احنا الحمد لله زباين في الصعيد ولنا زباين في هنا ويعني اقول الحمد لله بنشغل شغل بنودي في كذا محافظه يعني. بنصمم شراشير رمضان، سجادة الصلاة، فوانيس الخيامية، فوانيس نفخ، عياشات، كاس، علب مناديل، مفارش بكل أحجامها وأشكالها. مفيش أي حاجة من قماش الخيامية احنا ما بندخلش فيها. حسينا ان احنا بنعمل يعني الحاجة اللي احنا بنعملها دي بنفرح بيها الناس، خصوصا ان احنا أسعارنا في متناول ايد الجميع، ما بنغليش على حد. بنعمل هنا السجادة والمصحف بنلزقه برضه قماش وكده وبيتحط في بوكس بيبقى معاه سبحة ومبخرة بوكس اسمه تهادى تحبه اللي هو يعني بيطلع هدايا بس في رمضان بنعملها من أول قماش لحد ما تقفل خالص لحد البوكس مفارش وبنعمل الشراشير الحاجات دي كلها احنا بنعملها هنا.